ما بدأ الامتحانات بيكون في حالة من الاستنفار النفسي وحتى الاجتماعي يمكن بتعيشه كل أسرة، واليوم مع تزامن الامتحانات مع شهر رمضان الكريم والأعباء والضغوطات يلي ازدادت، فكيف ممكن يواجهها طلابنا وشو نصيحتنا للأهالي؟ هذا الشيء رح نعرفه أكثر من خلال ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية رندا عريدي. بيسعد صباحك، رمضان كريم. رمضان كريم، نعاد عليكم يا رب. صباح الخير رندا، وإن شاء الله رمضان كريم. يعني مثل ما قالت ريج بالبداية، ضغوط كتير كبيرة على الأهل وعلى الطالب. طبعا نحكي عم نحكي عن الشهادة العامة، يعني كتير كبيرة هي الضغوط بيواجهوها مع بداية الامتحانات، وخصيصا هلأ فترة الصيام ونحن بشهر رمضان. كيف بيقدر يواجه يعني الطالب هي الأعباء والضغوطات؟ يعني الله يعينهم، وقف صاير في طقوس اجتماعية معينة والصيام، وبنفس الوقت في درس وفي استرجاع معلومات لازم يقدمها لا ياخد بالأخير مستقبل له. فهون أنا بحاول أحكي إنه خلينا نحن إنه نعتبر هذا الأكل اللي نحن عم ناخده هو الوقود تبعنا. فأنا أول بكتير بهمني إني نظم ساعاتي بهذا، حتى ما أحس حالي أنا كطالب إني مضغوط. فكتير مهم إني أنا النهار اللي بعد ما مثلا ما بيفطر، فبتكون هاي الفترة بعد بيرتاح شوي، بعدين بكفي هون الدرس تبعه، هون بيكون بيشتغل الوقود، اكل ومرتاح ونفسيته بتكون مرتاحة، ما بيحس حاله مضغوط. لأن احنا في جانب كتير مهم هو لما بيكون في ضغوط نفسية أو توتر مع قلة الأكل، هو رح بيخلي المناعة شوي تكون أخف، رح يحس حاله مرضان، رح يحس حاله تعبان، ما حيحس حاله في عنده همة، وكمان مزاجه ما رح بيكون بالشيء المناسب، بالذات بالفترة اللي لازم هو يكون كتير مزاجه رايق لحتى يقدر يخد امتحاناته بطريقة مناسبة. فلهيك أنا كتير هون بركز على حتى نوعية الغذاء. يعني أنا ما بيهمني إنه ما له مرتبط أبدا إنه أنا طول ما لي أنا قاعدة عم بأكل مثلا فأنا أقدم أو أدرس منيح، هي النوعية كيف، شو الأكلات المعينة أنا لازم ركز عليها هلأ أكثر، خصوصي إنه نحن امتحاناتنا بتعتمد على الذاكرة واسترجاع المعلومات، لأنه نحن خلصنا من فترة التخزين طول العام، خزننا معلوماتنا، وكتير مهم نحن نكون مرتبينها بطريقة مناسبة هلأ نسترجع. تمام. يعني رندا، أكيد كل شخص وكل حدا عم يتابعنا هلأ وبيهتم بموضوع الدراسة والطلاب، لكل أهالي اللي بيعيشوا شوي حالة من التوتر النفسي بس ولادهم يبلشوا امتحانات وعندهم أي استفسار لرندا، فيكم تتواصلوا معنا على الرقم 011-44-37-30-4. رندا، يعني مثل ما ذكرتي إنه مو بس نوعية الأكل، مو بس كمية الأكل لازم تتحدد، وأيضا النوعية لحتى الطالب يقدر يستفيد أكثر من الغذاء اللي عم بيتناوله اليوم، شو الخطوات اللي لازم يتبعها الطالب لحتى يكون عنده نظام دراسي متكامل؟ هلا الشيء اللي بيساعد انه نحن ظروفنا كل البيت بتكون مساعده هذا الطالب، فبتلاقي هن بيكونوا كلهم مستنفرين انه نحن ما في، حتى النشاطات الاجتماعيه حتى الزيارات الاسريه بتكون منظمه وبطريقه كثير مناسبه، يعني حتكون الاولويه له. هلا في فتره انه هو فتره مثلا، هلا بتعرفي برمضان المسلسلات والبرامج التلفزيونيه بتلهي يعني والسحور والسهرات، فهذا بيكون وقت بيكون جو البيت كله بيساعد بهذا الموضوع، ومخصصي له ركن او زاويه معينه للطالب اللي هو طول خلال العام هو بيرجع بيدرس فيها. فهون بيرتب اولوياته انه انا هذا يكون عنده هذا الوعي انه انا ملحوق اني بحضر هدول لبعدين. تمام. هلا في مرحله كثير مصيريه، وبنفس الوقت انا بكون مرتاح لاني انا خلص دارس ولا عم بسترجع معلوماتي. في طريقه انا بحب الا للطلاب انه يستخدموا طريقه الخارطه الذهنيه باسترجاع المعلومات، اللي هي مثل نحن دماغنا اللي هو في مركز وبيتفرع منه اللي الاعصاب وهدول، فبيكون بيبدا من مركز وبيتشعب لنهايات كثير بسيطه. فهي هون بيحط المعلومه الاساسيه وبيسترجع عنها، وبيستخدم طريقه الترميز انه كل فكره بيرمزها بكلمه مفتاح او هيك. تماما. نحن رح نكفي حديثنا، لكن معنا اتصال. الو، صباح الخير. الو، صباح الخير. يا اهلا وسهلا فيكي مدام ايمان. اهلا فيكم. تفضلي، شو حابه تساليها لرندا؟
بدي أسأل إنه بهذا الوقت أنه أفضل وقت للدراسة، وكيف بده يكون واحد أفضل شيء يقسم وقته؟ صباح الخير أول شيء، وينعاد عليكي رمضان مبارك. أنا بشوف إنه كل شخص منا في عنده خط زمني بحياته، هو بتكون فترة الإنجاز فيه بيحقق أكثر، وغالبا هي بتكون الفترة الصباحية، إنه بعد ما يتسحر وتاكلي وترتاحي شوي تقعدي وتدرسي، فهن كل أهل البيت حيكونوا نايمين، ما في نشاطات بدونك، فأنت بهاي الفترة بتقعدي وبتدرسي وبتنظمي وقتك، وبنفس الوقت بتكوني أنت مرتاحة، لأنه هذا ثمرة الوقت اللي نحن بنجني فيها معلوماتنا هي بهاي الفترة الصباحية. يعني بشكل عام حتى بغير وقت رمضان فعلا هي الوقت بيقولوا من 4:30 5 الصباح بيكون الطالب بقمة تركيزه، بس طيب في طلاب ما بتقدر في الصباح تبقى أحلية. هلا أنا بقول لك من الأشخاص اللي بحب أدرس بالليل، كنت فإنه كان هذا بحس إنجاز أكثر بحققه. يعني تعتمد على الشخص؟ تمام، هذا أنا قصدي بالخط الزمني لكل شخص منا إمتى، بس إجمالا حتى بفترة الليل اللي عم بيدرس فيها هي حتكون بدايات الصبح، فهو نفس الشيء، يعني إنه هي الفترة الأساسية اللي بتكون من التنتين وطلوع، فهي بتكون ثمرة التركيز. كنت عم تحكي لنا رندا قبل شوي على طريقة الدراسة، بس نرجع نحكي على الخريطة مرة تانية نوضحها أكثر للطلاب نتوسع فيها. هلأ أنا عندي عم بدرس مادة معينة، بحط العنوان تبعي هو المركزي، وبتفرع منه الأفكار الرئيسية. من الأفكار الرئيسية بعطي لكل فكرة رمز بكلمة أو كلمتين، ويفضل أني رمزه برسم معين يكون مناسب، مو ضروري هالرسم إنه كمان، بس يعني أنه رمز للفقرة تبعي بشيء اللي أنا بربطه، وخصوصي بتكون أنا بشتغل بعملية الربط باسترجاع المعلومات، فأنا هاد لما بربطه بشيء من حياتي أو بموقف صار معي أثناء ما كنت عم بدرسه خلال العام، فهاد كله ممكن لون معين، أغلب طلابنا بتستخدم الألوان لحتى تظهر المعلومة اللي هي بدها تسترجعها وقت المراجعة. فلما أنا بكون عندي من مركز وبتشعب حيكون استرجاعه كتير أسهل، وطريقة الترميز اللي حاستخدمها بربط المعلومات كمان حتكون كتير أسهل، وكتير بتختصر وقت، خصوصي إنه فترة المراجعة ما عاد في وقت لأنه أنا أضيف شيء جديد على معلوماتي، هي الأكثر إني رتبون. تمام. يعني رندا، هلا كل الطلاب يلي عم يقدموا امتحانات هلا اكيد بامتحاناتهم، نتمنى لهم كل التوفيق، وان شاء الله دائما يحققوا النجاح وعلامات عاليه. اليوم الاهالي لكل حدا عم يحضرنا، شو بتقولي لهم، شو بتوجهي لهم نصيحه؟ اكيد الاهل كثير لهم تاثير كبير على اولادهم، وهن بيعيشوا حاله ستريس، وهذا الشيء بنقلوها للطلاب واولادهم، كيف بتقدري انه تقولي لهم يقدروا يسيطروا على هالستريس ويكونوا ضمن الحد الطبيعي؟ في شغلة بحب أقولها، إنه في موضوع الأهل بيكونوا هن مطالبين أو متأملين من ابنهم يحقق مستوى معين أو يختص باختصاص معين، يمكن هو ما يكون رغبة الطالب أو ما يكون هو من اهتمامه قد ما كان مستوى تحصيله عالي، فنحن كثير مهم نراعي هذا الموضوع، لانه هذا الاساسي اللي بيعملنا الضغط للطالب، بين ما هو قاعد عم بيدرس ليحقق شيء بيحبه كهدف وكتعزيز له كدافع، وما بين انا عم بدرس وكانه هو انا عم بعمل شيء لغيري وانا ما كثير مبسوط ومرتاح فيه او مالي شايف مستقبلي فيه، فكثير لازم نراعي هذا الموضوع. نحن كأولادنا أمانة معنا، أنه نحن نعطيهم اللي هن بيريحهم وبيسعدهم، وبنفس الوقت يعطيهم مستوى اجتماعي وأكاديمي ونفسي يكون مناسب لحياتهم. كتير بسرعة هذا الموضوع، مو ضروري إذا كان طبيب ابني يكون طبيب، ممكن يطلع مهندس، ممكن يطلع رسام كتير متميز، ممكن يطلع رياضي يحقق كتير شيء مهم لبلده، فأنا كتير بسرعة على هذا الموضوع. يا ريت نحن نخفف، بيكون 50% من أغلب الطلاب الضغط عليهم من هذا الموضوع من الأهل، أو مدرس لحتى تطلع دكتور، طب أنا ما بدي أطلع طبيب مثلا، ما بدي أطلع صيدلاني. في كمان رهبة بتكون من الأهل، يعني تمام. في خوف أنه أنا إذا ما جبت العلامة مثلا الكذا أهلي رح يضايقوا ورح يزعلوا مني، يعني في ترهيب بصير من قبل الأهالي خلال كل فترة العام أنه إذا ما رح أجيب هاي العلامة مثلا رح نعمل مشكلة. هذا الشيء قديش كمان بيأثر على هلا في نوعين من الاهل بيقولوا لك انه
الأغلب اللي عم بيكون هلا إنه يلا شد همتك السيارة حتكون موجودة أو مثلا شد ترغيب همتك أيوة تمام تمام بشي إيجابي بس ممكن ما يقدروا يحققوا له إياه فهذا حيحطه بالمراحل الجامعية أو يكون مثل ما قلتي إنه بطل بحكي معك أو ما في حيكون له ميزات معينة بالبيت كمان هذا حيعمل له إحباط وبنفس الوقت حيخليه يقلق إنه وين هو بده يروح يمتحن ويكون تحت ضغط بامتحان وين إنه أنا إذا ما وصلت لهذا الشيء ما حأخذ رضا أهلي في نفسيات معينة لازم يكون في هذا النوع من الترغيب أو الترهيب لحتى يكون في عندهم حافز بس الأغلبية هلا ما عم بيكون هيك عم بيكون إنه تركيني أخذ مساحتي بالشيء اللي أنا بقدر أبدع فيه وهلأ هذا الجيل عم بيكون كتير متفتح وكتير عم بيعرف شو بده تمام الطلاب وجهتي لهم نصائح كيف ممكن يقدروا يمضوا يمكن شهر رمضان بدراسة سليمة وأيضا تكون نفسيتهم مرتاحة اليوم الأهل للأهل بالتحديد شو بتقولي لهم كيف بيقدروا يستقبلوا الفحص وامتحانات أولادهم بدون أي تأثير سلبي عليهم اللي رح ينعكس أكيد على أولادهم أهم شيء يكون جو البيت فيه هدوء إذا أنا كأم بدي أحضر تي في شيء معين ما يكون الصوت عالي دائما يكون ما يرتبط الموضوع بالدرس كل لتدرس نام لتدرس خلي يكون هذا الموضوع منظم وأنا عم تابع عم بعد بصات بهاي المرحلة بيكون هنا بيكونوا شخصيتهم وهنا بيكونوا حاسين لازم يكونوا باستقلالية معينة أنا بكون عم بأشرف عليهم من بعيد كأم وبنفس الوقت عم بأمن لهم غذاء مناسب مثلا فيني أقول لك إنه بذر الكتان ممكن أنا مثلا تحطه على الأكل هذا كتير مفيد للأوميجا ممكن كتير يقوي الفيتامينات بالجسم نحن قلنا إنه بتخف من عطوا شوي ممكن ممكن مثلا جوز زبيب اي شيء ممكن يكون متوفر روزماري الزهورات يعني كل واحد حسب امكانياته شو بيقدر يقدم لطفله البيض فيه فوسفات كمان ممكن كثير يفيد بهي المرحله نحاول نهتم بهي النوعيه ونعمل بحوثات نشوف على جوجل شو ممكن هاي الاكله شو ممكن تفيد اذا ضفت هاي فهذا هي حيخف توتره كأم انه انا ابني عنده امتحان عم تحس حالها عم بتساعده لانه هلا الاهل بيحسوا حالهم انه خلص ما عاد نقدر نحن نساعده بشيء وبعدته على الامتحان وانا قلقانة انه هو انه حيعرف ولا لا هو كان صادق معي طول هاي السنه ولا لا فهي كل الام بتفرغ توترها بشيء مفيد وبترضي حالها انه انا هي قدمت لابنها او ساعدته بهي الفتره فهي بتكون مرتاحه كمان يعني خلال فتره الامتحان واول ما بتبلش الفحوص بيطلع من اول ماده الطالب اذا مزعوج او اذا متضايق بيروح كل الامتحان وبكل المواد التاليه يعني بتنضرب نفسيته لحتى انه هو يقدر يدرس ما يدرس هون شو بتخبري الطالب كيف لازم يتصرف بين كل مادة ومادة وينتقل بدراسة كل مادة هون أنا بهيئ الطالب من أول من بداية العام من خلال الاختبارات الدورية اللي بتصير فهو وقت لي وكتير مهم أنا أكون معلمته كيف لما يفوت على امتحان يكون يعرف متكيف مع هاي الورقة وآلفها في ألفة بينه وبينها فأنا خلال هذا العام الدراسي كامل لما أكون أنا مهيئته بالاختبارات الدورية لازم كرر دائما أنه ما عليه ممكن كتير إذا شفت أول سؤال ما تعرف تنتقل على اللي بعده دائما أنا هذا لما بشتغل عليه بيكون عطيته هاي المرونة تبع أنه أول نظرة أنه وغالبا أول ما بتشوفي قد ما كنتي متمكنة من المادة أول ما بتشوفي أنه خلاص أنه أنا نسيت كل شيء خلاص نوم ما عاد عندي أي حل أهم شيء أني استناهم خلاص ما فكر انطر شوي وبعدين رد أرجع أقرأ الأسئلة وحاول أتذكر أي شيء بيربط هاي المعلومة وين كنت قاعد عم بدرسها يعني في حال كان كتير أنه خلاص نسيت ما عاد أقدر أتذكر أي شيء بحاول أجمع شو الروابط اللي كانت للذاكرة ترجع المعلومة لساحة الشعور كمان معنا اتصال ألو صباح الخير صباح الخير مين معنا؟ أنا مدام سهيل من دمشق يا أهلا وسهلا فيكي شو بتحبي تسألي رندا؟ أنا وولادي شوي برمضان ما عم يعرفوا كيف بدهم يدرسوا بعد الفطور
وخصوصا بتعرفي مسلسلات رمضان هلا دكتوره، والناس كلها بدها تتفرج على المسلسلات وهيك، فعم لاقي شوي صعوبه ببطن. شو ممكن تساوي بهي الحاله؟ صباح الخير، رمضان مبارك. شو اعمارهم؟ عندي شهاده ثانويه، يعني اليوم كان عنده امتحان. الله يوفقه يا رب. هلا في فكره انه تفقي معه انه تسجلي له اياهم، انه حتسجلي له اياهم وقت بيخلص امتحان بيرجع بيحضرهم. هي تسجيل تمام. سجلي له اياهم. طيب وبالنسبه بالنسبه لرفقاته، يعني هو عم بيشوف رفقاته وعم يلتهي شوي مع رفقاته حتى على الانترنت، وانه رفقاته شو عم بيتابعوا؟ هلا المفروض يكون في اتفاق بينكم انه الانترنت والفيس وهدول يكون في لهم وقت منظم بوقت محدد. اذا هو ما له قدران يستوعب، او بنت اذا ما له قدران تستوعب انه هي في اولويه عندها، نحن من شوي كنا عم نحكي عن ترتيب الاولويات، اذا ما له قدران تعرف ترتب اولوياتها فما راح تاخذ المجموع او المستقبل اللي هي عم تحلم فيه. حاولي تحاوريها بهذا الموضوع وحاولي تشوفي هي طول العام كانت هيك، فهلا ما بعرف انا كيف فيكي تساعديها غير الحديث، لازم تحكي معها وتفتحي حوار وتشوفيها كيف عم تقدم. كيف عملت اليوم؟ لسه ما رجعت على البيت، بس ان شاء الله تكون منيحه. ان شاء الله يا بهي الفتره نحن بدنا نكسب صداقتهم ونوجههم على الطريق الصح بمحبه وبالفه، وبتصور رح تتجاوب معك اذا سجلتي لها الحلقات. اكيد بدنا نشكر اتصالك، وكل الطلاب لاحقين يعني لكل شيء، لاحقين للانترنت، لاحقين للمسلسلات، وكله بيتعوض يعني، بس اكيد شهادتهم ما بتتعوض، وهالمرحله يعني عن جد بالفعل هي مرحله مفصليه، ما بدنا نكبرها كثير عليهم ونزيد همهم، لكن بهالوقت كل شيء له شيء، والجديه له شيء بالدراسه، واكيد لاحقين لحتى يمضوا صيفيه قبل ما يسجلوا بالجامعات. اليوم كنا عم نحكي من شوي انه كيف الطالب ممكن اذا مأثر بشي ماده عليه اجى من الفحص ما كثير يمكن عامل منيح بالماده، دائما بيقولوا له للطالب انه انسى الماده يلي مقدمه هلا وبلش بالماده الجديده. هون دائما العقله بضل عم يفكر بالاسئله يلي حلها وشو الجواب، واذا في شيء علامه لا سمح الله راحت له. هون شو بتنصحي كمان؟ هلا في حسب نفسيه الطالب، احيانا هو ما راح يكون مرتاح غير ليشوف هو كيف عمل وكيف قدم. في فكره انه اول ما بيرجع من امتحانه يضب كل ما يتعلق بالماده اللي موجود عنده، بعطيه نص ساعه اذا حابب يراجع يطمن انه شو اللي قد ايه ممكن اغلطه او هيك، بخليه يضبهم وخلص يرفعون يقيمون. فهي هي الحركه حتعطيه انه خلص انا قلبت صفحه جديده وهلا بطلع الماده اللي بعدها، لانه ما عندي وقت. اذا ما اطمن يعني اذا طلع بجاوب غلط هون بقى بتبلش المشاكل والتفكير. هلا ما في وقت، لانه ابدا ارجع خطوه لورا، خلص هذا درجه عم بطلعوا صفحه وقلبتها بقيمه وخلص بدي اشوف الماده اللي بعدها بكل جديه. وبعدين وقت بخلص امتحاني لبين ما تطلع النتائج بفرغ انا هذا التوتر الانتظار وبقعد بصلح سؤال سؤال وعلامه علامه. طب رندا بقلب الفحص وقت الطالب يقعد ويستلم الورقه مثل ما قلتي للوهله الاولى بيقول انا نسيت كل شيء، كيف تنصحي لحتى نفسيته هيك تروق باول 5 أو 10 دقائق؟ شو لازم يتصرف؟ كيف لازم يمسك هي الورقه؟ بشو لازم يبلش؟ هلا اول شيء النفس، لازم ياخذ نفس عميق ويزفره بهدوء ويسترخي بطريقه انه خلص انا هدول الثواني هن راح يخلوني استرجع معلوماتي. اهم شيء التنفس، خليه يتنفس بطريقه مناسبه، يحاول ما يخلي المحيط يشوش عليه في حال مثلا جو المراقبين فاتوا زياده، احيانا مثلا بيكون عم بياخذوا تفقد او شيء. وهلا هو هي نقطه كثير مهمه، المراقبين يعني ما يلتهي فيهم. تمام، اذا هو مثلا ما له متعود لسه انه ما بيكون متعود عرفان شو كيف، فوقت بيشوف كذا حدا فايت عليه وما بيعرفون انه حيخاف او ممكن ينقذ او ممكن يستفسر، فهذا كمان حيخليه يشتت له تركيزه. فهو لا، الافضل انه يحاول ياخذ هاي الامور بهدوء، واذا نظم نفسه وكان مرتاح الامور ان شاء الله بتمشي بخير. معنا كمان هاتف. الو صباح الخير. صباح الخير، اهلا يا هلا، تفضل معك الان هرندا. مرحبا دكتوره. صباح الخير، رمضان مبارك. صباح مبارك على الجميع يا رب. انا في عندي طالب عم يدرس بكالوريا، بتعرفي كل عام وانتي بخير، هلا الدنيا صيام
وفي تلفزيون وتمثيليات وهالقصص هي، عم يصير عندي شويه ضغط يعني، ما عم بحسن انا تضغط علي اكثر، فبدك تساعديني كيف اني احاول احسن اتعامل معه بالفتره. تمام. هلا نحن نصحنا قبل شوي نصيحه انه ممكن تسجل له الحلقات، رح اعطيك نصيحه ثانيه انه نحن بنشتغل على المعززات، عمل معه اتفاق انه في حال قدمت مواد منيحه وكنت هلا قاعد عم تراجعهم بالطريقه المناسبه، فانت رح بيكون لك تعزيز معين بشغلات هو بيرغبها، ممكن كثير تتفق معه بهذا الشيء وحياتي ان شاء الله منتج ظريف، خصوصي اذا كنت انت من الاهالي اللي بترافق اولادها. تمام، شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا كثير لك ولاتصالك. يعني الواحد لازم يرافق اولاده، بفهم من هالمعلومه اللي هلا قدمتيها، لحتى انه هو ما يحسسهم انه كل الوقت هو قاعد فوق راسه. لانه اول كلمه بيقول لك يا طالب ايه طبعا شو بيهمه، هو خلص منها هي من سنين وما كان ظروفه مثل هلا. فلا وقت انا برافقه لا، وانا عايشه ظروفك وبعرف تماما قد الضغط اللي انت عم تمر فيه، وانا لما بنصحك بهدف اني ساعدك وهذا ملحوق، ممكن بحاول انا ارتب له اولوياته وحاكي لحتى فهمه انه في اولويات بالحياه، في شغلات بتتكرر وفي اشياء ابدا ما بتتكرر. كمان في نقطه مهمه رندا من الناحيه النفسيه، يمكن قديش مهم انه الطالب اذا بيكون بحاجه هو لدروس خصوصي او ما انه بحاجه، هذا الشيء يمكن الاهل صاروا هالفتره يمكن يزودوها شوي على اولادهم، يمكن طالب ما انه بحاجه لماده معينه انه يكون في عنده استاذ خصوصي، لكن هن للاطمئنان اكثر ممكن لتكثيف معلوماته وطريقه يمكن طمانينه على الماده اذا هو متمكن منه ولا لا، بحطوا له استاذ خصوصي. هلا هون قديش ممكن ينعكس يعني بشكل سلبي الاستاذ على الطالب؟ هلا الفكره هون صايره بحجم ضغط المعلومات والمواد، بحجم ضغط الظروف اللي عم بيمروا فيها الاهل قبل الطالب، فال عم تكون فكره المدرس هي لحتى تكون متابع للطالب بدل امه او ابوه، لسبب انه امه وابوه هنين عندهم اعمال معينه ما حيكون عندهم هذا التفرغ الكامل. بالوقت نفسه اللي الام او الاب بيكونوا هنا عم بيعيشوا نفس ضغط الطفل، فما الطالب فهن ما راح يقدروا يتعايشوا معه، لحتى حيكونوا اثنين متوترين، فما راح بتكون جلسه دراسيه ناجحه. الفكره انه مثل ما قلت على حجم المعلومات، هي راح بتكون في حدا ممكن يتابع حسب ما اكون انا معوده ابني من قبل، ممكن انا اكون معودته من عمر صغير في حدا يتابعه غيري، او فهذا رح يعمل مشكله، ما فيني وقت الشهاده الثانويه مثلا اقول له لا اعتمد على حالك. اما لما اكون من اعمار صغيره بمراحل دراسيه قبل، معلمته كيف هو يدرس، كيف اقول له مثلا سمع لي هذا الدرس مثلا كتابه بعدين حط له اياه صلحه لحالك، فانا وقت بعمل له هذا التقييم الذاتي له بعلمه كيف يدرس لحاله. مهم كثير هو تسميع كتابه، يعني نحن من صغار دائما بيقولوا لنا انه وقتها بتسمع وبتكتب تمام تكون مشغله كل حواسك، وبنفس الوقت عم بتشتغلي بعمليات التآزر، عم تشتغلي بكل العمليات الذاكره، عم تشوفي الكلمه قدامك، عم تقدري تربطيها، بتتكون عندك مفاهيم اكثر بالربط وبالذاكره، فهذا افضل اكيد. يعني الشهاده العامه هو دائما بيقولوا لنا يا الاهالي انه هو مطب، لكن هذا المطب بطريق طويل تمام. يعني اللي هو السنين السابقه تمام. نصيحه للطلاب اللي يمكن جايين على شهاده عامه اجباري هي بده يمرق فيها كل شخص، كيف لازم هن ياسسوا لهالمرحله هي؟ هلا انا كل الطلاب اللي بتكون انتقالي وعندها شهاده بقول لهم تابعوا مسلسلات هلا، لانه هي مشكلتنا، تابعوها بعد رمضان وشوفوا كيف انه كله عم بيتكرر للعام الجاي اللي بعده عشان يتعودوا يعني. تمام، فهو حيطمن انه ما في شيء حيروح عليه. الى جانب انه انا بحاول حط هوايات ثانيه مفيده، خلي ما يكون عنده الاولويه انه يحضر مسلسل او برنامج، هو بالاخير هذا شيء ترفيهي ما بيضيف شيء على شخصيتنا يعني، ولا
بيعطينا شيء لمستقبلنا، وبهول العمر بهذا عمره هو لإنجاز ليرسم خط مستقبله. فلا يرسمه بمسلسل، لا يرسمه ببرنامج ترفيهي، هذا حلو وبيسلي، بس لازم يكون منظم، ولازم يكون في عندي أولويات. ممكن أقرأ من هلأ شوي كثقافة المعلومات اللي بدي أقدمها للامتحان، في مواد حفظية معينة ممكن أنا من هلأ أقرأها شوي، خليني أخذها بدون قلق وبدون أي ضغوط، معي سنة ونص مثلا. فأنا بهاي الفترة الطويلة لما عم بقرأ حشوف المادة بطريقة مختلفة عن ما أكون أنا مضغوط بدي أقدمها، أو بدي حدا يسألني عنها ويشوف قديشني متذكر منها. فخلينا نحن نسبق عمليات التعلم، نحن بنعتمد بتعليمنا على الاسترجاع وعلى الذاكرة، خلينا نحن نشتغل بهاي الفترة بالمراحل الانتقالية على فكرة انه انا اقرأ كثقافة واقرأ كاغناء معلومات واغناء شخصيتي تماما. فحتترسخ المعلومة وحشوف المادة بطريقة مختلفة تماما. ساعتها وقت اللي انا بدي انتقل على فترة الاسترجاع والحفظ حتكون كتير عملية سلسة وسهلة، وحتكون بكل محبة الطفل رح يشتغل. يمكن في نقطة مهمة، الأهل شوي بيكونوا عندهم تردد فيها، هي كل الطلاب يلي مقبلين على شهادة إن كان ثانوية أو الأعدادية، هل إنه من المفضل إنه يتسجل الطالب بدورات تدريسية بمرحلة الصيف لحتى يتهيأ يدخل للمدرسة وللعام الدراسي، هو في عنده كثافة بالمعلومات وتبسط الأمور عليه، أم هذا الشيء بيأثر سلبي على الطالب؟ هلأ ما في مانع أبداً طول ما كان طالبنا ذاكرته ضعيفة. فأنا ما عليه بسجله باسكت، بسجله سباحة، وبسجله فيزياء، شو عليه يعني، ما بيضر أبدا. بالعكس هذا حيخليه يعمل هذا الربط أنه هو بالصيف متسلي وتعلم مادة ممكن تكون مثلا هو بيشوفها صعبة. فبالعكس أنا بشوفها هي فكرة ظريفة، خصوصي إذا كان ذاكرته ما بتلبيه بالدرجة المناسبة باسترجاع المعلومات وقت الامتحان. يعني نصيحة أخيرة بتحبي تقدميها لكل اللي هلأ عم يسمعونا، إن كان من أهالي إن كان من طلاب، لحتى هنا دائما يتأقلموا مع هي الحالة اللي هي مفروضة علينا، الامتحانات واللي بده يمر فيها كل الأشخاص؟ النصيحة الأخيرة بقولها إنه نحن خلينا نثبت نشاط أسبوعي عائلي لكل الأعمار ولكل أطفالنا بالبيت، لكل طلابنا اللي عندهم شهادات ولا انتقالي ببيتنا، نعمل نحن نشاط أسبوعي نطلع فيه منتسلى، ممكن يكون بالبيت ما نطلع كل واحد وظروفه، ويكون هذا الهدف اللي أنا بشجع عليه وممكن عاقب فيه، أو ويكون بشي بيحبه، خصوصي انه هلا جيل هالشباب فما اي شيء انه اوكي، بالعكس احسن ما تاخذوني مع مشوار العيله، يكون في محفز حدا يجيب له حدا من رفقاته، يعني هذا الشيء الاسبوع حيكون كثير ترفيهي وكثير مو ترفيهي، انه يكون في نشاطات ممكن قاعدين زياره عاديه او ممكن بالبيت طاقة يعني تمام، حيعطيه فره ويخليه يكون مرتاح ويجدد اسبوعه، هذا كثير مفيد للكل. نحن بنشكرك كثير رندا على هالمعلومات اللي اعطتينا اياها اليوم، وان شاء الله كل المشاهدين يكونوا استفادوا منها، اللي بهمهم امر اولادهم وطلابهم. بنتمنى لك اكيد رمضان كريم ان شاء الله يكون عليك، وشكرا لوجودك معنا ضمن صباحنا. شكرا لكم. شكرا لك رندا لوجودك معنا اليوم. اما هلا